تزوجت واحد الشخص اللي اي بنت كتحلم به، كان كامل من كل شيء بالنسبه ليا. قلت جفارس احلامي، كل حاجه فيه كانت كافيه باش تخليني نبغيه من اول نظره. وفي ما سمع شي واحد راه هاد الشخص جا خطبني كيقول لي تزوجيه بعينيك مغمضين، راه عمركم ما غتلقاو شي واحد في حاله. لدرجه كاينين شي ناس قالوا شوف شكون خطبها، واخا انا قاريه ومثقفه وواعيه وكل شي كيشهد بزيني، تخطبنا غير شهرين، ما كناش كنهضروا فيها بزاف وقليل فين كنتلاقاو بحكم العمل ديالو، وما كانش هو كيسالي. وحتى انا قلت ماشي مشكل، راه غادي ندوز معاه العمر كله. تزوجت واخيرا كان اسعد يوم في حياتي، وداز العرس في حال داكشي تاع الف ليله وليله، كل شي بقى كيهضر عليه. مشينا للدار اللي ما كان ناقصها والو، الدار اللي غدا نعيش فيها سعيده طول عمري. وفي حال اي عروسه دخلت وخديت دوش خفيف ولبست شوميز بيضه كتحمق، وكنت متوتره وحشمانه في حال اي عروسه في ليله دخلتها وكتسنى العريس يبادر. ولكن تفاجات فاش ما دار والو، كان بارد معايا، حط راسو ونعس. قلت مع بالي هو فكر فيا غدا نكون عيانه مع العرس والطريق، وداك الشيء باش خلاني نرتاح اليوم واجل الموضوع حتى الغد. ولكن جا الغد وبعد الغد وما فكرش ابدا يقرب ليا. انا كنت كنلبس وكنت مكياج وكنتعطر وكنقول الليله ليلتنا، ومستحيل كنت انا نفكر نتقرب منه ولا حتى نسولو علاش كيتعامل معايا هكا، حيت لا كرامتي ولا حيائي ما كانوا كيسمحوا ليا بهذا التصرف. صونات ليا ماما كتطمئن عليا وكتسولني كيفاش داز داكشي. قلت ليها مزيان، كل شي داز مزيان، وانا في الداخل ديالي مخنوقه وكنتحرق وكنسول راسي شنو مازال كيتسنى حتى لدابا. ودازوا شهرين على داك الحال، كيفيق يمشي لخدمته ويرجع يتعشى ويسهر ساعتين مع التلفازه، ومن بعد يحط راسو وينعس. وهدرتو قليله بزاف، يعني في حال ليله عايشه بوحدي في هاد الدار. الحزن والكآبه بانوا على وجهي وملامحي وعيوني، وليت كنوقف قدام المرايه وكنسول راسي واش انا ماشي زوينه، يعني معقول تكون فيا شي حاجه منفره لهالدرجه؟ وحتى الوقت اللي كنكون فيه مع دارنا ولا دارهم كنسرح في عالم اخر، لدرجه اللي معايا كينتابهو ان عقلي ماشي معايا وانني حزينه. وقلت لا انا زوينه وبشهاده الجميع، الغلط ماشي فيا، الغلط فيه هو، هو اللي ماشي راجل وعنده ضعف. قررت هذيك الليله نجبد معاه الموضوع ونحط النقط على الحروف. جا وتعشينا، وفي حال ديما مشى كيتفرج، وتبعتو قلت ليه بغيت نهضر معاك. قال لي تفضلي. قلت ليه شنو المشكله اللي عندك، كون غير تصارحني، حنا دابا شهرين وحنا مزوجين وعايشين في حال الخوت، خاصك تشوف شي طبيب. قال لي عرفي شنو كتخرجي من فمك. انا تعصبت، قلت ليه واش انا اللي نعرف كيفاش نهضر ولا انت اللي ماشي راجل ولاش مزوج؟ ما زاليت هضرتي حتى صرفقني في وجهي، وهو يقول لي انا ما كان بغيكش وما كتعجبينيش. صدمت من كلامه كتر من صدمتي بالطرشة اللي خديت. سكت وما بقيت عرفت باش نجاوب، مشيت كنجري لبيتي وكنبكي وبقيت مصدومة. هو ما كيبغينيش، شنو ندير؟ نجمع حوايجي ونرجع مطلقه لدارنا من بعد شهرين تاع الزواج. لقيت بان الفكره اكبر من ان عقلي استوعبها، وقلت دابا يجي ويصالحني ويطلب مني السماحه ويعتذر ويقول لي راه كنبغيك ويبرر تصرفاته. ولكن ما جاش. لا جا، ولكن غير خدا وسادتو ومشى نعس في المرح اللي كله انا كنبكي بحال شي وحده كانت طايره وجات على راسها. فقت لقيت راسي في كابوس، كان أسوأ يوم في حياتي. بقيت كنفكر شنو المعمول، واش نعيط لماما ونعود ليها كل شي؟ ولكن أكيد ما غيتقبلوش الأمر وغيطلقوني منه، وأنا كنبغيه وما كنتصورش حياتي بلا بيه. وقررت نسكت
ونفكر في شي حل آخر. وجلست مع راسي كنفكر بأن راجلي ما قربش ليا حيث ما كيبغينيش، ولكن علاش ما بغانيش؟ ربما لحقاش ما خداش الوقت الكافي باش يبغيني، ولا كيبغي شي وحده اخرى. يعني هاد اللباس كامل وهاد الماكياج الاغراء ما قضى والو. افكار كتاخدني وتجيبني، وحطيت الايجابيات ديالو في هاد الشهرين اللي عشتهم معاه. هو ما عمره ما قصر على دارو، واي حاجه كنقولها ليه كيجيبها ديك الساعه. شخص هادئ ووقته منظم، انسان ناجح في خدمته، وكيبغي عائلته، وكيحترم دارنا واي واحد. كانت ايجابياته كثيره بزاف، ولكن كان شخص حزين وكئيب وبارد بلا مشاعر، وكيعاملني بحال ليلى ما كايناش في الدار. ولكن هاد الشيء اهون من انني نرجع مطلقه لدارنا مورا شهرين ديال الزواج، ويبقاو الناس كلهم كيهضروا. هاد الشيء علاش قررت نبقى معاه ونحاول نكسب قلبه قبل ما نكون له زوجة. وبقيت كنتسنى الوقت اللي غادي يجي، وكنت فاتحة الباليزة وكنقاد كل شيء. أول ما دخل بقى كيشوف فيا، إحساب ليه كنجمع حوايجي وراجعة لدارنا. ساليت وديتها وحطيتها فوق الماريو، وطبعا عاوني باش نهزها باش يعرف أنني مازالة وما غنمشيش. وكانت تقيلة بزاف حيت كنت جايبة معايا وما مقصرة من حتى حاجة. وطبعا اكيد غيكون فرح بينو بين راسو حيت درت هكا وحيدت عليه واحد الهم كبير. يعني ما غداش نبقى نلبس ليه بحال هكاك. لحقاش الملابس لغه، ومشينا للكوزينه كلينا، وداز نهارنا بحال كل نهار. النهار الاخر في الصباح كان كيلبس باش يمشي لخدمته، وقبل ما يخرج قلت ليه الا كان ممكن تجيب ليا معاك شي روايه على ذوقك باش نقراها، حيت كيجيني الملل في الدار. كنبقى النهار كامل بوحدي. انا كنت باغا غير يجيب ليا شي حاجه فايت ليه قاريها باش نفهم كيفاش كيفكر وباش نناقشو فيها، لان الهضره بيناتنا شبه معدومه. وبالفعل جاب ليا روايه وقال ليا هادي زوينه، وكانت طويله بزاف. المهم بديت كنقراها وكانت زوينه بزاف، وكان كل مره كيطلع عليها باش يشوفني فين وصلت. وانا كنت ديما كنحلو قدامه وكنحط قلم الرصاص في البلاصه فين وصلت، وكل يومين ولا ثلاثه وكنسولو على احداثها وانها زوينه وشنو غيوقع من بعد. وهكا بقى علاقتي بعائلته كانت فوق مزيانه، وكانوا ساكنين قراب لينا، وديما كنمشي لعندهم. وواحد المره جاتني في بالي نسول اختو، قلت ليها محمد شحال من مره بغى في حياته قبل مني، على اساس هو راه كيبغيني دابا. قالت لي علاش كتسولي، هذا كيبقى غير ماضي وفات. قلت ليها راه غير فضول وصافي. قالت لي مره واحده ما كاينش من غيرها، ولكن راها دابا تزوجات ويمكن عندها الاولاد. قلت ليها وعلاش تفارقوا؟ قالت لي هي كانت واحد الريفيه زوينه بزاف، وعائلتها ما بغاوهاش تزوج شي حد براني، بغاوها تاخد ريفي وهي ما قالتهاش ليه. هاد الشي علاش نهار تزوجات خويا مرض بزاف وجاه انهيار عصبي، وديناه للطبيب وجاتو نوبه اكتئاب خايبه بزاف لدرجه كان غادي ينتحر. وبدات كتضحك وقالت ليا ولكن هاد الشي راه قديم، راه اكثر من 3 سنين دابا. قلت ليها صافي غير ما تقوليش لشي حد راني سولتك. انا تصدمت بزاف، ومن كتر الصدمه حسيت بالدموع كينزلوا من عيني. قلت ليها باللي خاصني نمشي للدار باش نوجد الماكله قبل ما يجي خوك. وخرجت من عندهم والطريق كلها وانا كنبكي، حيت ماشي غير ما كيبغينيش، ولكن كيبغي وحده اخرى وتزوجات، ولدابا ما قادرش ينساها. حسيت براسي داخله في حرب خاسره فيها من الاول. المفروض وحده في بلاصتي تكرهه، ولكن انا عاد ما زدت بغيته. لحقاش عمري تخيلت شي راجل ممكن يبغي شي وحده بهذا الجنون، ولدرجه يحاول يقتل راسه، ولا كل همي انه يبغيني. ولكن كيفاش وامتى؟ هاد الشي كان خاصو وقت وصبر وتخطيط.
ودازو 4 شهور على زواجنا، وصونات ليا ماما كتقول ليا باللي راها خدات ليا موعد مع طبيبة نسائية باش نشوف علاش مازال ما حملت. قالت ليا بنت جارتنا عايشة تزوجات موراك بشي ايامات، وراها دابا في شهرها الثاني، وانتي غدا ولا بعدو غيبدا راجلك يسولك علاش مازال ما حملتي. هادشي الا كان مازال ما قالها. قلت ليها انا ومحمد هضرنا في هادشي واتفقنا ما نولدوش دابا. قالت ليا معليش نمشيو غير نطمئنوا بعدا. قلت ليها واخا، ولكن حتى العشيه ونجاوبك، خاصني نتشاور معاه ونشوف واش غيبغي. قالت ليا صافي. وبالطبع ما فتحتش معاه الموضوع في مره، ولكن العشيه جاوبتها وقلت ليها باللي ما بغاش، ومستحيل اصلا انا نمشي حيت غتعرف باللي راني مازال بنت. وبدا كيتزاد عليا الضغط ملي بدات عائله راجلي وحتى الناس من العائله كيسولوا واش مازال ما حملت، وديما كنسمع عقبال مرات محمد حتى هو يفرح بشي وليد ولا بنيه، وانا فين من هاد الكلام. وكان ضروري ندير شي حاجه. كنا كل جمعه كنجلسوا في البيت حيت عنده عطله، وكنجبد شي كتاب نقراه وهو مقابل التلفازه ولا شاد اللابتوب، يعني ديما نفس الروتين الممل. كانت الشتا كطيح على برا، وطاحت عليا واحد الفكره هذيك الساعه ومشيت للبالكون. الشتا كطيح، واش كيعجبك هاد الجو؟ قال لي واش كاين شي حد ما كيعجبوش؟ قلت له بصح انا كان حماق عليه وكيعجبني نتمشى تحت الشتا، شكون انا؟ هي غير لا كانت السما كتنقط وكنت مضطره نخرج، كانت كبط ونهز المضل ونبقى حاضيه لا تقيسني شي نقطه علمه. قلت ليه اشنو بالك؟ ودرت براسي لبرا زعما نخرجوا. هو ما فهمنيش وقال لي شنو. قلت ليه يلا نخرجوا نتمشاو، واش بصح كتهضري؟ يلا صافي لبسي. وبالفعل نضنا كنوجدوا راسنا، وقلت ليه سبقني انا جايه، ونزل وانا ما لبست لا مونطو لا والو. حطيت عيني على الجاكيتو اللي كان لابس، كنت ديما كنشوف في الافلام البطل كيحط الجاكيتو وكيعطيها لحبيبته. قلت يمكن تصدق حتى انا معايا، وإلا ما صدقتش غدا نمرض. نزلت عنده وقال لي علاش ما لابساش جاكيتا ولا شي حاجه. قلت لي راني موالفه كنلبس غير هكا، شكون كيهضر؟ انا راني في البرد كنلبس 3 سراول وكنت كمش بحال شي بصله. هو في الحقيقه عمري جربت نتمشى تحت الشتا، ولكن حيت هو انسان عاطفي ورومانسي كان خاصني ندير هكا ونستغل اي حاجه باش نلفت نظره واهتمامه ليا. تمشينا وقع داكشي اللي كنت كنتمنى، حيد جاكيتو وحطها ليا على كتافي، كان احساس ولا اروع. ورجعنا للدار كنجريو وكانت خارجه زوينه. رجعت فرحانه بزاف حيت حسيت باللي فعلا حققت انجاز. الجمعه اللي من بعدها قلت مستحيل نفلت هاد الفرصه ونخليها تدوز غير هكاك. جيت لعندو قلت له تاكل بيتزا؟ قال لي اه. قلت لي يعني نوض نلبس؟ قال لي فين؟ قلت له الواحد الريستو على ذوقي. عجبو المحل بزاف، كانت باينه فيه غير من نظراته وهو كيتامل في الديكور ديالو. وقلت لي عرفتي فاش غنساليه وفين غنمشيو؟ قال لي فين؟ قلت ليه واحد المحل كيبيع الايس كريم. قال لي واش الايس كريم دابا في هاد الحال بارد؟ حماقيتي ولا شنو؟ قلت ليه اه حمقه، ما كاين محسن من الحماق شي مرات. ما كنتش غير مستعده ناكل الايس كريم في هاد البرد، كنت مستعده ندير اي حاجه على قبله غير يبغيني قد ما كنبغيه. كل جمعه كنمشيو لبلاصه في شكل، مره لمدينه الالعاب، مره البحر، حديقه. حتى لواحد النهار قال لي يلا نمشيو ناكلو الايس كريم. ما كنتش كنفوت لا مناسبه ولا زياره اللي نجمع معاه فيها ونبان على انني مراته. كنت كنقاد راسي بزاف وكنبان زوينه في المظهر ديالي. داز عام على زواجي، وبالنسبه ليا كنت قطعت مرحله كبيره وفرحانه بزاف بهذا الشيء اللي حققته.
كان كل لبسي بيجامات عادية ما فيها حتى شي إغراء. أمور عام بديت كنلبس شورتات قصيرة وكساوي قصار، وأول مرة لبست كسوة قصيرة كنت حشمانة فاش غدا نبان قدامه، ولكن دابا قلت عادي، يعني ما غاديش يأثر فيه، ويمكن أصلا هو ما انتبهش. ولكن لا، انتبه بزاف. وكاع كنا كنتفرجوا في التلفازة وقال لي واخا تجيبي ليا كاس د الماء عافاك. نط نجيبو ليه، وقبل ما نخرج من البيت دورت راسي باش نسولو واش بغاه من الثلاجه ولا عادي. لقيتو كيشوف سيقان، فاش شافني انتبه تحشم وقال لي شنو قلتي ما فهمتش. قلت له حتى حاجه، ومشيت للكوزينه فرحانه وحسيت بقلبي غادي يوقف من الفرحه. من بعد يومين عيطات ليا لوستي، واحد العقرب مسمومة لسانها سابقها، وقالت ليا باللي راها بغات تجي لعندي تزورني، وهادي اول مره غتجي عندي بوحدها. دخلت وسولاتني وقالت ليا كيف دايره انت ومحمد. قلت ليها الحمد لله مزيان، ما كاين ما احسن من هاد الحال. قالت ليا مزيان ملني الله هداه، كنت هازه ليك الهم كيفاش غدا تكون حياتك معاه. قلت ليها علاش؟ قالت ليا بغيت نقول لك ولكن خفتك تقلقي مني. قلت ليها لا هانية غير خذي راحتك. قالت ليا ما تقلقيش مني، ولكن راجلك كانوا عنده مشاكل مع ماما في هذيك الفترة ديال خطوبتك، ما كانش باغي يخطب ولا يتزوج، والمشكلة ماشي فيك، المشكلة فيه هو، حيت عقله معلق بهذيك اللي ما كتسماش. وماما قالت لي إلا ما دازتش هاد الخطبة والزواج على خير راه غادي نسخط عليك، ما انت ولدي وما أنا ماماك. وحتى نهار العرس ما كانش باغي يحضر، حتى عيطات ليه ماما وهداتو شبعاتو هدرة وصيفطات له خوتو وعياو معاه وعاد قبل بزز منه. أنا حسيت بالإهانة والدل، كنت كنسمع باللي راه البنت كيبزو عليها تزوج، أما الولد لا. كنت ديما كنسول راسي علاش تزوجني، عمري ما فكرت انها غدا تكون شي حاجه هكا. حاولت نضبط اعصابي قدام هاد المغياره اللي جات حتى لداري باش تقهرني، وبحال باغا تبين ليا ان واخا الناس كاملين كيبغيوني هو ما كيبغينيش. وانا نقول ليها هذاك راه غير ماضي وفات، وفي الاخر الراجل ما عنده غير مرتو ودارو، وأي حاجة قبل من نهارها راه غير نزوات، وأنا كيهمني راجلي لحقاش كيبغيني دابا ومدللني وكيبغيني نكون فرحانة وما ناقصني والو. موراها بساعة مشيت لبيتي وصيفطت لختي ميساج وقلت ليها شوية وصوني ليا في التليفون، وأي حاجة قلتها ليك سيري معايا في الهضرة، واحتل من بعد وغدا نعاود ليك كل شي. رجعت لعند لوستي وجلست شوية وهي تصوني ليا اختي، وقلت ليها راجلي كيصوني ليا. بعدت عليها شويه باش ما تسمعش اختي كتهضر وجاوبت الو محمد لاباس عليك، حتى انا توحشتك، صافي الا بغيتي جي معاك اي حاجه، صافي واخا حياتي حتى انا كنبغيك. وقطعت. قلت ليها يخلي ليا راجلي، راه كيقول ليا بلا ما تطيبي اليوم خلينا ناكلو على برا، ولكن انا ما فيا ما نخرج. قلت ليه غير جيب معاه شي حاجه واجده. قالت ليا مزيان. وكاع هذاك الوقت اللي حنا جالسين وهي باغا تجبد ليا الهضره من لساني على حياتي الخاصه وعلاقتي مع راجلي، ولكن انا ما عطيتهاش راس الخيط، وملي ما لقات منين تشدني وهي تمشي تخرج في حالها. جا راجلي من خدمته وما جبت ليش هذاك الموضوع بمره، وصلت لكتر من نص الطريق، ما خاصنيش نتراجع دابا، وفي الاخر كيبقاو هادوك غير تفاصيل من الماضي. فقت في نص الليل وفيقته، قال لي يا مالكي. قلت ليه انا خايفه بزاف، وعنقته. قال لي علاش؟ قلت ليه شفت كابوس، شي واحد تابعني وباغي يغتصبني. هو لفني بايدي وقال لي ما تخافيش، ودوزت الليل كامل وانا في حضنه. واحد المرة كنت في دار شيخي وما قلت ليش راني عندهم، جيت موراه بشي ربع ساعة
ودخلت وأنا طالع لي الدم، وبقيت كنهضر مع راسي وكنعايط. تفو على بشار، ما كيحترمو حتى واحد، ما كيوقروش بنادم. لا، وتابعني مازال وباغي النمرة من الفوق. هو جال عندي وقال لي: مالكي، شكون هذا؟ قلت ليه: غير شي واحد كان تابعني من داركم حتى لهنا وبغى مني النمرة، وأنا ما رديتش عليه. هو تعصب بزاف وبدا كيغوت وقال لي: شكون هذا؟ وعلاش ما قلتيهاش ليا من قبل؟ شدني من يدي وقال لي: يلا وري ليا فينا هو، المرة الجاية ما بقاش تجيب وحدك، فين ما كنتي أنا نجي ليك ونديك، وغتوريني هذاك فينا هو، وغادي نعرف شغلي معاه، غادي نوريه. وقال لي: وصفيه ليا كيفاش داير. قلت ليه: طويل وكتافو عراض، يمكن كيلعب الحديد، وشعرو زعر، وعينيه كبار وعسليين وزوينين. قال لي: انتي واش باغا تعصبيني؟ وجالسه كتغزلي فيه وعاجبك الحال، وشايفه ليه حتى في عينيه، وداك الشيء لمزيان. قلت ليه: لا، اصلا ما كيعجبونيش الزعرين، ونيت ما عمري ما شفتو هنا. قال لي: غدا غتوريه ليا، غنتفاهم معاه. وكنت الوقت اللي كنلبس شي كسوه وبلا شي حاجه كنمشي لعندو يسد ليا السلسله ديالها، ولا فاش كنلبس شي عقد كنطلب منو يسدو ليا. وواحد المره كنا سهرانين كنتفرجوا في التلفازه وانا ناعسه فوق الفوتيل، دازت ساعه وانا درت راسي فحال نعست شويه، هو انتبه ليا وجا كيفيقني. قال لي: يلا هي البيت، هنا راك غتنعسي معدبه. انا قلت ليه بصوت حنين وواحد الدلع: غير خليني هنا، ما قادراش. هو مشى للبيت وخلاني، وقلت الخطة ديالي ما نجحتش وغدا نعس مع الدبا. ولكن هو كان مشى غير يقاد ليا بلاصتي وجهزني وداني الفراش، كان إحساس ما عمري ما حسيت به. ووليت كل 10 أيام كندير فحال لا داني النعاس، وكيتكرر السيناريو نفسه. وبان ليا حتى هو عجبو الحال، ما بقاش كيحاول يفيقني ولا كيهزني نيشان. داز عام وتسع شهور وحنا مزوجين، ورجعت ماما كتجبد ليا السيره ديال الحمل والطبيبه النسائيه، وقالت ليا راه شدات ليا رونديفو وبعد غدا غتمشي معايا. انا قلت ليها صافي واخا. سنيتو العشيه يجي وكنت حاسمه اموري، اليوم خاصنا نحطو النقط على الحروف، وخاصني نعرف قيمتي عنده واشنو انا بالنسبه ليه. رجع من الخدمه ودوش وكلا وجلست حداه، قلت ليه: بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قال لي: تفضلي كنسمعك. قلت ليه: كل فتره ماما كتجبد ليا الموضوع ديال الحمل، علاش ما حملتيش حتى لحد الان؟ وما بقاتش عندي شي حجه باش نتهرب من هذا الموضوع، وحنا دابا داز علينا اكثر من عام وتسع شهور مع بعضياتنا، ما شفتش فيك الا كل خير، ودابا بغيتك من غدا تبدا معايا في اجراءات الطلاق. قال لي: شنو طلاق؟ قاطعته ما خليتوش يكمل. قلت ليه: اي وحده في بلاصتي كانت غدا تطلب الطلاق من اول شهر، وانا ما درتش هكا حيت هادشي غيأثر عليا من هنا لقدام، وغيقلل من فرص زواجي من واحد اخر. لحقاش طلاق من ورا شهرين على الزواج مشكله كبيره، هادشي علاش تسنيت هاد المده كامله باش يكون طلاقي منطقي قدام الناس. وانا طبعا ما كنتش في مره غدا نطلق منه، واخا نبقى معاه حتى 5 سنين الفوق ما كانتش مشكله، حيت كنت كنبغيه بزاف، وكل نهار كان حبي ليه كيتزاد ويكبر، وكان خاصني نعرف شنو انا بالنسبه لي، واش هو متمسك بيا ولا لا. كملت كلامي وقلت ليه: كيف ما تلاقينا على خير نتفارقوا على خير، ولا سولك شي واحد قول ليه ما تفاهمناش مع بعضياتنا باش تحافظ على السمعه ديالك وديالي. نط دغيا وما خليتش ليه فرصه في يهضر، بغيتو يفكر مزيان مع راسو. وبان ليا وجهه مخطوف وبين عليه الصدمه، ودازت نص ساعه وبان ليا لبس حوايجو وخرج من الدار، ما عرفتوش حتى فين مشى، ما رجع حتى لتلاتة ديال الليل. واخا هكاك حسيت انه ما نعش في مره، وغير طلع الصباح ورجع لبس حوايجو وخرج عاوتاني، ما عرفتش فين مشى. ساعتين دازو وعيطات ليا ماما وقالت ليا: علاش خبيتي عليا؟
هنا توترت وقلت ليها شنو خبيت عليك؟ قالت لي راه راجلك جال عندي الصباح وشوية هذا عاد مشى وراه عاود ليا كل شي. قلت ليها شنو عاود ليك؟ وانا خفت بالصح انه يكون عاود ليها كل شي. وهذه قصتنا وحاجة بيناتنا وما خاص حتى شي واحد اخر يعرفها. قالت لي علاش ما قلتيش ليا باللي راكم مشيتوا عند الطبيبة وفحصاتك وباللي ما عندك حتى شي مشكل والمشكلة في راجلك وراه كي ياخد الأدوية باش يتعالج. قلت ليها غير ما بغيتش نشغلك معايا. فرحت بزاف أن راجلي دار شي حاجة بحال هكا وبغاني نبقى معاه، يعني أنه متمسك بي وكيبغيني، ولا على الأقل بدا كيبغيني. تسنيت حتى رجع بفارغ الصبر باش نسولو علاش دار هكا، حيت حنا أصلا ما اتفقناش على هاد الشي. دازت ساعة ودخل الدار، كان أصلا ما مشاش يخدم هذاك النهار، وغير دخل كان باين عليه العيا. وجيت باش نهضر معاه وقال لي راني عيان وما قادرش نقول حتى كلمة، أنا غادي نعس وفاش نفيق نهضره. وغير فاق لقاني حداه كنتسناه يفيق. قال لي صباح الخير. قلت ليه قول مساء الخير. قال لي لا صباح الخير، حيت يلاه غنبدا نهاري. وصبح بهذا الوجه الزوين. كانت هذيك أول جملة مفيدة غيقولها من نهار تزوجنا، وأول مرة غيتغزل فيا. ما كرهتش ننقز فوق الفراش بحال درادي الصغار من كثرة الفرحة، ولكن ثبت راسي بالزز. نادو قال لي أح ظهري كيضرني من النعسة ديال البارح، عافاكي ديري لي مساج لظهري. حسيت براسي بحال كنحلم، حيت نعس وفاق واحد آخر لا علاقة بشخصيته قبل. وكانت هذيك هي أول ليلة ديال الزواج فعليا، الزواج اللي ماشي غير على الوراق. كانت ليلة تاع ألف ليلة وليلة، والباليزة اللي طلعتها فوق الماريو هادي عامين نزلتها مورا شهرين من زواجنا الفعلي بناء على الطلب ديالي. راجلي دابا كيحماق عليا وكيقول لي أنا محظوظ بيك بزاف، وكون أي وحدة في بلاصتك ما كانتش غادا تتحمل هاد الشي كامل، ولكن انتي صبرتي عليا بزاف ورجعتي لي الحياة والضحكة. والحب ديالنا كيكبر ويكبر نهار على نهار، خصوصا مورا ما تزاد عندنا وليد وبنية. وهذه هي حكايتي.